الحضريه ولايه امن فاس. كان بالنسبه للترتيبات اللي دارت في هذه المناسبه ديال راس السنه كانت ترتيبات محكمه. كما لاحظتوا كان تواجد في مجموعه من النقاط في وسط المدينه داخل الاسوار وخارج الاسوار، كذلك في المسارات السياحيه في اهم الشوارع الرئيسيه، المدارات المهمه، مداخل ديال المدينه، تواجد عدد مهم ديال السدود القضائيه والسدود الاداريه، كذلك انتشار جيد وعقلاني ديال عناصر ديال المرور وكذلك الدراجيين ديال المرور. كاين خطه امنيه وضعت ولايه الامن منذ بدايه ديال شهر 12، وبقينا غاديين تدريجيا من 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 بدايه شهر 12 حتى اليوم بشكل تصاعدي توصلنا لهذا العمل ديال اليوم اللي هو انتشار جيد ديال عناصر ديال الزي، كدوريات، نقاط ديال التمركز، سيارات ديال التدخل، جميع النقاط. كاين تامين محكم للمسارات السياحيه، كذلك الفنادق المصنفه اللي كتعرف احتفالات، كذلك الرياضات في المدينه العتيقه، الكل مؤمن. ذلك بالنسبه للمتاجر الكبرى اللي عرفت واحد التوافد مهم ديال المواطنين اللي ارتادوا عليها، كذلك الساحات العموميه، وسائل النقل تم التتبع ديال الحاله ديال 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 وسائل النقل والانسيابيه مع ضمان الانسيابيه ديال السير في المدينه. بالنسبه للمحيط ديال مدينه فاس او الهوامش ديال مدينه فاس، احياء الشعبيه راه عرفت النصيب ديالها من التغطيه الامنيه، الكل مؤمن، الكل مؤمن. راه عندنا سيارات ديال الاحتياط في هاد النقاط، كاين دوريات راجله، كاين دوريات محموله، كاين دوريات ديال البي ام ام اللي هي كتجوب الازقه والدروب الضيقه ديال بعض الاحياء الشعبيه، كاين تواجد ميم ديال عناصر ديال المرور في هاد النقاط، كاين تواجد ديال الخياله، دوريات ديال الخياله في المرتفعات واللي كتعرف حركه ديال السياح الاجانب، كاين سدود اداريه من والى الاحياء الشعبيه، من الاحياء الشعبيه لوسط المدينه، من وسط المدينه للاحياء الشعبيه. إذن كاين تغطية محكمة اللي شملت وسط المدينة داخل الأسوار وخارج الأسوار وكذلك الهوامش. شكرا لكم، تبارك الله.